قبل ما اطلع فاصل واستقبل سعيدي صديقي محمد بيه ابو السعود عايز اقول لكم ان الاهلي عنده مشكله الاهلي عنده مشكله جاب تمن لعيب جدد ثمان لاعبين جدد وعنده كريم بامبو ورمضان صبحي يبقى كده عنده كام واحد عنده عشرة الجداد كلكم حفظتوهم خلاص، أقولهم تاني بسرعة. لو اي وائل، حسام غالي، من لرز، حسين السيد، مقص، صلاح الدين الأثيوبي، وادي دجلة، إسلام رشدي، المنيا، وبعدين ثلاثي المقاولون طبعًا محمد فاروق، وباسم علي، ومحمد رزق. حط محمود عزت لسه، حط عليهم الثنائي كريم بامبو ورمضان صبحي، دول كام بقى؟ عشرة هو ما فضلوش في القائمة الإفريقية إلا أربعة. يحط مين؟ قولوا لي أنتوا بقى. ابعتوا لي قولوا لي والله هقرا النهارده مع محمد بيه هقرا انا قلت لكم العشره هو عنده اربع مقاعد بس في القائمه الافريقيه يحط مين من العشره دول؟ والزمالك عنده نفس المشكله نفس الحكايه بس انا دلوقتي هسال النهارده على الاهلي وبعدين ممكن بكره نسال على زمالك ونرص الاسماء لكن هو ده الخبر المهم اللي انا كان لازم اقوله آه النهارده. طبعا بالنسبه للزمالك ضم محمد شعبان لاعب ام بي لاعب الوسط الطويل ده لعيب كويس قوي 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 الحقيقه ضمه ما شاء الله ثلاث سنوات ودي انا شايفها صفقة مهمة جدا 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 وضم علي حسين وده لعيب مش معروف هو مدافع جاسكو على عقود لمدة خمس سنوات لمدة خمس سنوات بس اللاعب ده مواليد 98 يعني تحت سن انما محمد شعبان لاعب الوسط ده يعني النهارده ما شاء الله بقى محمد شعبان 31 سنه محمد شعبان لاعب وسط قوي جدا 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 عندهم ابراهيم صلاح لاعب وسط قوي جدا واضح انه هيبقى فيه تفصيله جديده لنادي الزمالك السنه الجايه في خط الوسط بالذات لانه جايب لعيبه تقال قوي 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 يوزنوا فرق محمد شعبان لعيب كويس قوي قوي اذا قدر محمد نصر ان شاء الله في الجزء الاخير او بكره يحضر لنا لقطات له من مبارياته مع امبي لعيب هداف ولعيب قوي ولعيب بيجري في مساحات كبيره جدا ولعيب ازاي غاب عن عيون النادي الاهلي ما كان في امكانيه انتقاله لا لاعب من طراز حسام غالي في عزه ومن طراز اللعيبه التقال وتامر لو تفتكروا عبد الحميد بتاع الزمالك في عزه ومحمد شعبان لعيب انا مش بتكلم يعني بافور في صفاتي له لا لعيب مهم 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 اوكي اذا مع الصديق العزيز محمد ابو السعود رئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي ولكن بعد الفاصل